لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا فيا. جيسبر تكونوا توحشتوني حيت غبرت عليكم شويه ما صورتش لكم شي حاجه. غنخلي لكم واحد لا فيديو هنايا ياكم تدخلوا تفرجوا فيه. اخر فيديو حطيته ما بغاش يطلع لكم ما عرفتش علاش. المهم تدخلوا تفرجوا فيه وغنحط لكم انستغرام ديالي الجديد هنايا وكاو زعما بغيتو تضربوا شي طليله ولا شي حاجه. المهم ركزت لكم في الفيديو اللي قبل بلي انا راني بدلت انستغرام ودرت لكم انستغرام جديد. المهم تضربوا طليله فهمتوا. كنتو باغيني وباغين ستورياتي وباغين فيديوهاتي وقرا من بعضيات راه غندخل صافي. عيطوا لي اراميكس قال لي عطي لي لوكيزاسيون ديال الدار راه وصلتك واحد لا كوموند من زارا. انا عارفه شنو وصلني حيت كوموندات غير حاجه وحده ولكن غندير لكم شويه سسبانس. يا ربي يا ربي تكون شي حاجه زوينه خديتها في البلاك فرايداي. ملي غادي نهبط لعندو غادي ندوز عند الخياطه غادي نطلع واحد السروال تزيد تفينيه ليا ما فيناتوش مزيان وغادي نجيب واحد السروال اخر كنت قديت له السلسله وصافي. هي الكاميرا ها هي الجاكيطه بحال هكا كتجي. جيسبر تكون كتبان لكم مزيان وهنا كتجي ضايف ياكو كتجي مسدوده بحال هكا اللون ديالها بحال هكا ومن تحت مكروزه مش عارفه كيفاش كتلبس. غنخلي لكم واحد البنت لابساها هنايا بينتريست عامر بهم هذا النواغ هذا وواحد الكري غنخلي لكم حتى هو هنا باش تفهموه ولكن داك الكري ما لقيتوش فبغيت ناخذو ما لقيتوش دونك قلت بريفيرونس ناخذ فيها النوار سورتو انها كانوا دايرين فيها بروموسيون. الثمن ديالها العادي 600 درهم. انا خديتها اون بروموسيون. بروموسيون كنت خديتها ب 300 درهم. لا 370 درهم 300 شي حاجه زائد لا ليفغازون. المهم توتال تقام عليا بشي 418 درهم نقول 420 درهم. ولكن لبسها لكم فيت فيه واخا دابا ما لبسه ما والو ولكن المهم وعرفتو شنو سخونه ديال بصح ديال بصح ديال بصح ديال بصح. جبت فارت جاده غايز دابا ندخل واحد شويه طوش احمر زعما في البيت واخا نسيت ما شريتش الديكوراسيون داكشي ما غاديش نشري شي حاجه. المهم غادي نشري شي تخربيقات اللي بقا كنذوق بهم في شي بلايص داك التيم هكا زعما تحس بشويه الكريسماس ديسمبر دخيل. المهم هذا الشهر هذا دايز دايز انا كيعجبني مره نوع مره كل مره ندير حاجه في الشكل. انا راه ما كرهتش كون خدت ديك الشجره انا نوريكم التصويره هنا نخد ديك الشجره ونذوقها وهذا ولكن باد تايم اخوتي باد تايم. ان شاء الله بحول الله طول يا رب الامر العام الجاي غنديرها وغنذوق ما حتى. المهم دابا غادي نديرو غير حتى على حساب البيدجي ديالنا غادي نقادو شي حاجه مهم لي شويه ونخربقو شي حاجه اللي تعجبنا وصافي. شنو درت لكم الشيمين هنايا داكشي كيوت. هي عندي هاد الكاشميره هادي شفتوها فيها الاحمر
عجبنيش هادشي مي بون المهم هادي غنحيدها. ما كرهتش شكون كانوا عندي كامل حمر فهمتوا، غير مش حمر قرونه، داك القرونه جبت هاد العلاقة هادي ديالي غادي نمونطيها باش غادي نستفيها الجاكيطة ديالي. لو كيزيروا عليا ليسباس في الماريو، وانا ماريو واخداه غير صغير، هو تيكفيني الحوايجي، مي ملي كيتخشاو معاهم الجاكيطات وداكشي ما كيبقاش عندي ليسباس، دونك داكشي علاش غنعاود نمونطيها، حيت صافي حوايج البرد كلهم جبتهم وشريت شي حوايج جداد، دونك خصني نلقى فين نعلقهم. رديت على هاد البلاصه هادي، حيت هادي البلاصه اللي كتجيني كتجي فيها سورتو دابا انا ندير البيتي هاد الطريقه هادي، زعما مفرشها بالطريقه، دونك احسن بلاصه كتجي فيها هي هنا، كتجي فهمتو في الجنب. غنرتب في الحوايج ديالي زعما اللي غنديرهم في العلاقه، وغادي نوريكم الحوايج ديال البرد، الحوايج ديال البرد ديال هاد العام. من بعد الجاكيطه اللي وصلتني من زارا كاينه هاد الجاكيطه ديال الجين، شفتوها بحال هكا. ام سوري جايز ما غاديش نقيس لايكم، حتى نقدر ندير لكم فيديو اخر ديال التنسيقات للحوايج هكا ديال البرد وداكشي، المهم دابا ما غاديش نقيس باش ما نطولش عليكم لا فيديو. المهم بحال هكا الجاكيطه زوينه كيوت، كتجي واعره بزاف سورتو لبستيها هكا مع قبيات، مع المهم بزاف اللي بغيت نقدر نحط لكم شي جوج صور ولا ثلاثه كيفاش تقدروا تلبسوها، كتجي خطيره والثوب خطير، وحتى لا كولور هذه هي اللي كنت باغا بالضبط. غنبقى نعلق معاكم او ميم طون غادي الى بانت لي بانوا لي زعما حوايج من حوايج جداد غادي نوريهم ليكم فهمتوا. شو شايفين عندي ولا لا؟ المهم هادي راه وقيله دو العام الثالث اللي غدوزو معايا هاد الجاكيطه، هادي زوينه شتو كديره مصوفه بحال هكا زوينه كيوت كتعجبني، ما تنسخاش بها هادي، ما كنعطيها ما فكرت نبيعها ولا شي حاجه، حد ديجا جاتني كادو من عند واحد البنت صاحبتي، دابا راه قل هذا هو العام الثالث باش هي عندي، زوينه كتعجبني. في الحوايج اللي نتوما ما شايفينش عندي هاد التريكو هذا، المهم راه كنتو شفتو يمكن في واحد الفلوق، ولكن مبداو ما شايفينوش عندي في الفيديو ديال الحوايج ديال العام الفايت، بغيت نخلي لكم ليه هنايا الا بغيتو تفرجوا في الحوايج اللي خديت العام الفايت تفرجوا فيه. التريكو هذا داك اللي خديته من ديفاكتو هم الداخل، الحوايج اللي خديت كاين هاد التريكو هذا بحال هكا، كيجي بيض سامبل تبور طب زوين من لا مارك مونغو معروفه فرقه، كيجي قصير سامبل، راكم عارفين دابا البرد ما تبقيش تختاري من الذوق بزاف، هذا كتلبسي غير السامبل والجاكيطات، بازي اكثر على الجاكيطات حيت الجاكيطات هما اللي كيكونوا باينين من الفوق زائد الشال. المهم لي شال بقى ما خديتهمش، غناخد شي جوج ولا ثلاثه ماكس، حيت هما عندهم دور كبير في البرد حيت كيخليوك تحس براسك مكبط. اختي كاين هذا كيوت ديال بصح، شتو شحال كيوت، شوف شوفو هذا من جينيفر
زوين حتى هو مصوفي، ضروري خصك تلبس من تحتو شي تريكو حيت هو مصوف. نوريكم لا ماتيير شتوها، خل البرد من بين هاد البلايصه ديال الصوف، دونك ضروري انا المره اللي لبستو غنلبس معاه شي حاجه من تحت. شتو حتى راكم ما شايفينوش عندي، هادو كتلبسهم اختي كثر، هو من دي فاكتو حيت هو والاخر من دي فاكتو سخان ديال بصح مصوفين، نتوما شوفوا لا ماتيير وزويوني. كنا خديناهم في بروموسيون فاش كانوا دايرين البروموسيون العام الفايت، زوينين هما بقاو حتى لهذا العام، غادي نلبسهم حيت سبحان الله كل عام شي تبدل لي ستيل ديال اللبس ديالي، كل عام شنو نبغي. كاين هذا زوين كيوت، انا نوريكم التو كي داير، شتوه واعر بزاف التوب، رطيط بزوين سخون، هذا ما عندي ما نقول عليه، حتى هو لبستو لبسه وزوين وعجبني بزاف. هاد الصاية هادي لزارا شوفوا هاك كتجي، هادو راكم عارفين تيتلبسو مع كولونات طويل كحل، وعندي انا لي بوط طويل كحل، دونك خديت هاد الصاية هادي باش نبقى قاد مع كابوتيات من تحت جاكيطة من الفوق. خدتو مع هاد الجاكيطة هادي اللي خديت، راه غنقاد لها واحد اللبسة تكون كيوت، زائد داك لي بوط ديالي طالع وغتجي واحد اللبسة غزالة ان شاء الله. كيكو هذا شوفو شحال كيوت، عرفتو شوفو التوب ديالو تاهو كي داير، عرفتي غزال هاد التوب هذا، ميمكنش كيحمقني انا هاد التوب حيت هاد التوب هذا سخون وان اوميم طون رطب، فهمتو؟ هذا تخيلو هكا كولون كحل تقاشر طالعين سبرديلة جاكيطة من الفوق، فهمتو؟ يعني هاد البوديات هكا سامبل وسخان، راه شوفو راه غير الحمق هو اللي كيشري حوايج مقزبين ومعريين هابطين تا لهنا ومطلقتين تا لهنا ويخرج بيهم، راه البرد هذا البرد خاصك من هنا لتحت تكبط سخن، المهم هو انك ستيلي الحاجه. انا عندي الحاجه نستيليها، نستيليها بالجاكيطات، نستيليها بالاكسسوار، شعري نقادو، ميكاب زوين، هذا راه ماشي العره هو اللبس. كاين هذا وكاين واحد القبيه بيضه خديتها من البال، هذه راه عاد ما غادي تصبنها ليا، غادي تخرجها ليا زوينه. المهم هي اوفر سايز زوينه ديال بصح ومقطنه بحال هكا، شتوها ها واحد الطاشات هنايا، ولكن ماما غادي تخرجهم من الصرف. هادشي شتي بحال هكا، نتوما عارفين هادشي كنلبسو في الدار، كنقدر نلبسو مع كولونات، نقدر هكا نلبسو هكا لبغيت نتريني، المهم هادشي تيتلبس. هادي غنخليها لماما هي غادي تصبنها ليا. هنا غادي نكونو سالينا الاول ديال الحوايج ديال البرد، دابا غادي نقاد الماريو ديالي غير شويه، حوايجي مطويين خاصني غير نقادهم، نقادهم ونعاود نرجع لكم نمشيو نصاوبو العشاء اونصومبل. لصقيتوني دابا يلاه ساليت، انت كما كتشوفوا هنا راه مستف ورايا، كمتو خفيفه، تشوفوا داكشي اللي قاديت، غير جمعت داكشي اللي كان الفوق، هذه خليتها هنايا حيت غادي نطلع الفوق نصاوب العشاء وكنحس براسي فيا البرد، دونك كنديرها على كتافي. بقيت شاعله زوين صراحه، هاد الشميني كيكون هكا في التلفازه زوين. المهم هنا كنت شاعله الباف حيت كنديرها موسيقى. الكافوس ديالي راكم نتوما عارفينو، شويه التصوار اللي بقى غنكملو لكم بالتليفون حيت الكاميرا طفات، دونك كنا خليناه هنايا، قلت لكم غنشعل الشوفاج هذا حيت ديالي خسر، دونك كنعدي بهذا بعد ما نقاد ديالي وصافي. التوش الحمراء اللي زدت زعما لود الكريسماس وداكشي راه هو هذا. والحوايج اللي قاديت هما هادو درت جاكيطات هنايا اللي كانوا متقلين عليا، وهنايا درت سلاتي وشي صباب تما، واللي بقى دايره في دوك الكراطن. والماريو هو هذا، نوريكم بحال هكا، خليت هنا التريكوات كيعجبني يبقى يبان، يبقى يبان لي داكشي متسع. هنايا شويه الزريولات ماشي كلهم حيت اغلبيه عند الخياطه حيت ضعافيت تما، شي حاجه من البيجامات اللي بقى حيدتو حيت اغلبيه البيجامات ما كنلبسهمش، قلت يلاه ديتهم للبيت الاخر، وتما داكشي ديال السبور وواحد جوج سايكان تما، واللي بقى راه هنايا سايكان زعما.
كاين سمحوا لي بزاف على هذا الضو هذا، انا براسي بقيت مبرسطه معاه. واحد لا لونج ديما كنقول راسي غنشريها، الضو اللي عندي في البيت كاملين ما عندهمش الريوس، فهمتوا؟ انا خصني ناخذ واحد لا لونج كتخشر فيني حتى لي كابل، وديما تنسى وكنعكز عليه، وهذا الشيء عصبني ملي تنطيح في هاد البلانات هادو. المهم يلا وريتكم واحد الجو كاين على برا ما يمكنش، كتصب الشتا، واحد الجو زوين وكصوت الشتا تي واعره، نتوما غالبا ما غاديش تكونوا كتسمعوها، ولكن انا كنسمعها خطيره بزاف. هاد الجو هذا هو اللي كيعجبني انايا، نطيب فيه، نجمع فيه بيتي، نضحفط فيه، نقرا فيه، كنحس براسي ما عرفتش مرتاحه نفسيا، فهمتوا؟ نمشي نطلع نصاوب العشاء، شفت واحد الوصفه في تيك توك قلت نجربها، المهم ملي كنتعشى بها ونخشيها في الفران. غنشعل الفران يسخن وهادشي غنحطونا وندير فوقو داك شويه الفرماج اللي بقى. اختي نسات ما جابتش ليا موتزاريلا، داكشي باش ما عنديش فرماج كتير. يمكن ما كملتش لكم في الاخر التصوير، عييت شي طبيب بزز، المهم هبطت معايا كاس الماء نحطو هنايا، غادي يبان ليكم ناقص واحد الجنب حيت ذوقت ماما، فهمتوا؟ ذوقتها وصافي. المهم جات بنينه ومعلكه نتوما شوفوا، ما تقولوش ليا ما تشهيتوهاش ولا ما جاتكمش بنينه. شوفوا من الداخل كي دايره، شوف فرماج نتعشى الجوع، وغادي نهضر مع البنات ابل الفيديو كيساينوني باغيين يعاودوا لي شي حاجه، ومنين نسالي وهذا نعاود ديك الساعه نجي نهضر معاكم. هاي جايز، البارح كنت قلت لكم انا اللي غادي ناكل ونهضر معاكم، وقع واحد البلان وصافي شو تبرمجت شويه كما كنقولوا. قلت انا ندخل نشيكي انستغرام ديالي وهذا، قلمنيش ندخل ليه كيعطوني انستغرام كونكو بالله، هذا الكونت هذا ما عنديش الحق زعما ندخل ليه وهذا وهذا، عييت معاهم والو ما عرفتش علاش، واش تسينيالا واش ما عرف. المهم كندخل من كونت اخر من عند صحباتي وداك لقاه كاين، مي ملي كندخل من عندي ما كيخليوش ندخل، كنقول لكم شنو كيحطوا لي هنايا. صافي تعصبت وهذا، بقيت كنفكر بيني وبين راسي وانا نقول هذه شي اشاره من عند الله، غنرجع للكونت ديالي وغادي نخدم عليه هو غادي يولي مزيان وهذا. المهم غنخلي لكم الكونت ديالي القديم، درت فيه كلكو بوست، غادي نخلي لكم هنايا نكتب لكم هنايا الا بغيتو زعما تدخلوا عندي وتدعموني وديروا لي ابوني وداك الشيء. صافي هادشي اللي كاين. قبل ما غادي نسالي معكم هاد لا فيديو هادي، حيت اليوم خرجت شريت واحد القبيه كيوت غنوريها لكم، نعطوني رايكم فهمت، حتى انا ديجا الفيديو هادي راه فيها حوايج البرد، داكشي علاش قلت ضروري ما نوريها لكم عاد نسالي لا فيديو. حطيتكم هنايا باش تشوفوا كري هو اللي خارج طونطون في العام، خليتها في الكري بحال هكا شوفوا اوفر سايز، و نوريكم كيفاش مقطنه. شوفوا شتو كيفاش مقطنه، مي مكنش شحال مقطنه وشحال رطبه وشحال زوينه وشحال حماقيت عليها وشحال طبات عليها. وباي ذا واي هذا هو داك اللي خديت المنظاره، راه هو هذا شتو كيفاش كيجي. لبستو مع هاد التريكو هذا وسروال عادي كحل، ها
بحال هكا كيوت. المهم حتى هنا غادي نسالي لكم هاد لا فيديو هادي، جيسبر تعجبكم. الا عجبكم ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. بليز ما تنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام، حيت الانستغرام هذا ديالي كنت المهم كنت ديزا كنت عديتو بريفي وكنت باغا نديزاكتيفيو، هذا مات ليا ديال بصح. غادي نحاولوا نحيوه من جديد، راه نعاود نخلي لكم هنا دخلوا ديروا لي ابوني وصافي، ورجعوا تفرجوا في الفيديو الجاي حيت اوف كورس غادي يكون احسن من هذا. والله يخليني ليكم، والله يخليكم ليا، والله يخلينا لبعضياتنا. جو فوزيم بوكو 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 بوكو، باي.